بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أحبتي الكرام، أرحب بكم في هذا الدرس رقم 18 في سلسلة تعليم التداول الإلكتروني من الصفر إلى الاحتراف. وفي هذا الدرس سنتكلم عن الجزء الثاني في التحليل الأساسي لأسواق التداول من خلال الأخبار. لدينا في التحليل الأساسي كما ذكرنا أخبار وبيانات اقتصادية تصدر في وقت معين. هذه البيانات عندما تصدر تؤثر بشدة على الأسواق. وأنا كما ذكرت يعني أعتبر أن التحليل الأساسي والأخبار الاقتصادية تؤثر بنسبة تزيد عن 70% على مسار العملات والسلع والمعادن. هذه الأخبار الاقتصادية كما ذكرنا تصدر في وقت معين في موعد واضح وثابت يوميا. يكون هناك أخبار وتنقسم كما ذكرنا إلى ثلاث أقسام: النوع الأحمر، الأخبار ذات اللون الأحمر وهي تؤثر بشكل كبير جدا ربما يصل إلى 200 نقطة في أداء العملات والأسواق، واللون الأورنج البرتقالي يؤثر بشكل متوسط يعني حوالي 50 نقطة، واللون الأصفر الأخبار ذات اللون الأصفر تؤثر بشكل منخفض يعني بين 5 إلى 20 أو 30 نقطة. هذه الأخبار تصدر من الحكومات المركزية للدول العالم بشكل رسمي وتؤثر على مسير اتجاه العملات والمعادن. يعني كما ذكرنا هناك فائدة كبيرة من هذه الأخبار لمن يتداول بناء على استراتيجيات الأخبار. استراتيجيات الأخبار يعني بصراحة استراتيجيات رابحة في معظم الأوقات. الآن الموقع المرجع للأخبار الرئيسية على مستوى العالم هو موقع فوركس فاكتوري، وسأضع رابط الموقع أسفل هذا الفيديو. على موقع فوركس فاكتوري تستطيع أن يعني عندما تفتح موقع فوركس فاكتوري تطلع لك الأجندة الاقتصادية اليومية لدول العالم الرئيسية. طبعا هذه الأجندة الاقتصادية تشتمل على الأخبار الهامة على مستوى العالم في الدول التي لها تأثير كبير في مسير العملات. يعني أنت تجد أخبار أمريكا، تجد أخبار كندا، تجد أخبار بريطانيا، تجد أخبار دول الاتحاد الأوروبي الرئيسية، تجد أخبار الصين، تجد أخبار اليابان، تجد أخبار أستراليا، تجد أخبار نيوزيلندا، بينما لا تجد يعني أخبار مثلا أخبار تخص مثلا بلغاريا مع أنها دولة في الاتحاد الأوروبي، أو دولة مثل رومانيا أو بولندا. هذه دول يعني ليس لها تأثير على مسيرة اليورو، إنما مثلا في منطقة اليورو أهم شيء تجد أخبار مثلا فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا. هذه الدول يعني التي تعطي الأخبار التي يكون لها مسير فعلي وتأثير فعلي واضح على عملة اليورو والأسواق العالمية. في هذا اليوم سنتعرف على خبر يتعلق بنسبة البطالة، نسبة البطالة Unemployment Rate. Unemployment Rate نسبة البطالة. هذا الخبر اقتصاديا هام جدا في كل دول العالم وفي كل اقتصادات العالم، لأنه يدل على ارتفاع أو انخفاض نسبة البطالة خلال فترة معينة. يصدر خبر نسبة البطالة بشكل شهري من كل الدول على مستوى العالم ذات الاقتصادات يعني القوية أو الرئيسية. الآن نبدأ مثلا من شرق العالم، هناك نيوزيلندا. نيوزيلندا لديها خبر يصدر بشكل شهري نسبة البطالة. الآن اليابان كذلك، وأستراليا، نيوزيلندا، اليابان، استراليا، بعدين تيجي الأخبار اللي في منطقة اليورو، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، بعدين سويسرا لحالها، طبعا سويسرا تصدر أخبارها، وثم لأنها بتأثر لها عملة خاصة فيها وهي عملة الفرنك السويسري سويسرا. الآن بعدها بمشي باتجاه الغرب حتى يصل أمريكا وكندا. الآن من أهم أخبار نسبة البطالة على مستوى العالم نسبة البطالة في أمريكا، وتترافق عادة بشكل شهري بعدد الوظائف المستحدثة. يعني الآن في دول لما تطلع نسبة البطالة بتطلع معها خبر اسمه عدد الوظائف المستحدثة. عدد الوظائف المستحدثة يرتبط بنسبة البطالة. الآن إحنا يعني لما يكون لدينا مثلا تفتح الأجندة الاقتصادية على موقع فوركس فاكتوري، ليش أنا بقول لك موقع فوركس فاكتوري؟ موقع عالمي رقم واحد من حيث التحديث الأسرع. يعني الآن لما تفتح على فوركس فاكتوري الآن بعطيك الأخبار
للأسبوع القادم كله، يوم الاثنين شنو في موجود، يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء، يوم الخميس. هذه الأخبار كما ذكرنا. طبعا نسبة البطالة خبر من أخبار التي لونها أحمر، والأخبار التي لونها أحمر يمكن أن تؤثر بعدد نقاط يتجاوز أحيانا 200 أو 300 نقطة. الآن إحنا كيف عرفنا كيف نصل لهذه الأخبار؟ نروح على موقع فوركس فاكتوري، تحط اليوم يبين لك إنه هذا خبر نسبة البطالة في أستراليا مثلا، بده يصدر على سبيل المثال يوم الاثنين في أول يوم تداول. لأن أخبار أستراليا أخبار نيوزيلندا بتصدر عادة بين الساعة 12 ليلا إلى الساعة 2 3 ليلا، بتوقيت طبعا مكة المكرمة. أخبار أستراليا بتصدر بين الساعة 3 إلى الساعة 8 صباحا فجرا. أخبار اليابان بين الساعة 1 إلى الساعة 6 صباحا. أخبار اليورو تبدأ بين 10 حتى الساعة 3 ظهرا. أخبار الفرنك السويسري أيضا بين 10 صباحا حتى 3 ظهرا. أخبار أمريكا وكندا بين 3 عصرا حتى 6 مساء. هذه الأخبار بشكل عام تصدر ذات اللون الأحمر واللون البرتقالي واللون الأصفر، وكما ذكرنا تتدرج بالقوة من الأحمر إلى الأورنج إلى البرتقالي. الآن على فوركس فاكتوري كما تشاهدون، يعني بكون عندك مثلا خبر البطالة لأستراليا يوم الاثنين القادم على سبيل المثال، بكون كاتب لك إنه الشهر الماضي كانت نسبة البطالة 4% مثلا، هذا الشهر عن الشهر اللي مضى، يعني بكون كاتب لك السابق المتوقع والفعلي previous اللي هو السابق، forecast المتوقع، actual الفعلي. الآن أنت إذا بتعرف باللغة الإنجليزية كثير جدا تستخدم مترجم جوجل على نفس المتصفح تحول للعربي. الآن إذا كانت نسبة البطالة السابقة في أستراليا على سبيل المثال 4%، بتوقعوا إنها النسبة تنزل وتصير 3%. الآن قبل الخبر بعدة ساعات ببلش الدولار الأسترالي يقوى يطلع بناء على توقعات الخبر، يعني هم متوقعين أن نسبة البطالة راح تنخفض، معناته الاقتصاد راح يقوى، معناته العملة الأسترالية راح تصعد، بتبلش تصعد مقابل الدولار الأمريكي ومقابل الين الياباني ومقابل اليورو، ببلش يطلع الدولار الأمريكي الدولار الأسترالي. الآن كلما انخفضت نسبة البطالة تصعد العملة، بينما كلما ارتفعت نسبة البطالة تنخفض العملة بشكل، يعني الوضع الصحي بالنسبة للاقتصاد، لما تنخفض البطالة بترتفع العملة وبتقوى وبقوى الاقتصاد، ولما تزيد البطالة العملة بتنزل وبضعف الاقتصاد. وأحيانا كما ذكرنا بترافق مع نسبة البطالة عدد الوظائف المستحدثة new jobs، يعني هذه بتكون مثلا لها مصطلحات مختلفة بين كل حكومة وحكومة، مثلا بأمريكا اسمها non farm payroll، يعني الوظائف الجديدة المستحدثة الغير زراعية، هذه بتصدر مع نسبة البطالة. الآن كلما ارتفع عدد الوظائف الجديدة المستحدثة أيضا تقوى العملة، وكلما انخفض تضعف العملة. الآن شو بنستفيد إحنا؟ بنيجي قبل الخبر مثلا بثلاث ساعات، إذا كانوا متوقعين إنه البطالة تنخفض معناته الدولار الأسترالي على سبيل المثال راح يصعد، نقوم نشتري صفقة شراء الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي، أو الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني، أو الأسترالي مقابل اليورو. لما يصدر الخبر الفعلي إذا كان فعلا مطابق للتوقعات، هم توقعوا أنه تنخفض البطالة في أستراليا من 4% إلى 3.5%، إذا فعلا كانت 3.5% بتابع صعود الدولار الأسترالي بقوة، ممكن يصعد 100 نقطة. لكن إذا كان التوقع اللي حطوه الخبراء في هذا المجال غلط، يعني ظلت البطالة 4% برد ينزل الدولار الأسترالي، لاحظ لازم أنت تكون منتبه إلى هذه النقطة. إذا بشكل عام كلما انخفضت البطالة يصلح الاقتصاد ترتفع العملة، كلما زادت البطالة يسوء الاقتصاد تنخفض العملة. وهذه الحقيقة يمكن أن نستفيد منها قبل الخبر بعدة ساعات وأثناء الخبر، يعني أحيانا، يعني احيانا البعض بيقول لك انه طيب ما هو التوقعات كلها بتشير لانه البطاله ستنخفض، معناته خليني اشتري الدولار الاسترالي او دولار امريكا قبل الخبر، بحط قبل الخبر ب 10 دقائق بحط الصفقه. في حوالي 80% من الحالات النتيجه الفعليه للخبر تساوي التوقع، معناته انت 80% في هذه الاستراتيجيه ستربح. لاحظ
الآن هذا الذي سنستفيد من هذا الخبر بالذات، نستطيع أن نأخذ صفقات ونستفيد منها. إذن مكونات التحليل الأساسي يمكن أن نعتمد عليها في استراتيجية خاصة بصراحة. يعني البطالة سوف تنخفض، أبيع، أعمل صفقة بيع، مثلا كانت البطالة متوقع أنه ترتفع مثلا بأمريكا وينخفض عدد الوظائف المستحدثة، باجي قبل الخبر ببيع الدولار الأمريكي، يعني مثلا بشتري الباوند مقابل الدولار، بشتري اليورو مقابل الدولار، هيك أنا بعت الدولار الأمريكي لأنه الآن هذول حيصعدوا مقابل الدولار. طبعا احنا كل درس نظري في التحليل الأساسي سيكون هناك درس إن شاء الله يعني عملي تطبيق للخبر قبل الخبر الفعلي فعلا، قبل أخبار حقيقية. اشترك بالقناة حتى يصلك كل ما هو جديد وتكون على اطلاع على كل هذه الدروس، وشير قدر الإمكان إلى كل من تعرفه. بالنسبة للشركات التي ننصح بها التداول، أفضل الشركات ننصح بها حاليا شركة XTB الإماراتية في دبي، المرخص رسميا من صدر دبي المالية، إضافة لترخيص المركز العربي للرقابة على شركات التداول الإلكتروني. رابط تسجيل الحساب الإسلامي أو التجريبي أو المصغر أو العادي بدون أي وساطات أو عمولات موجود أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف، اضغط على الرابط سجل حسابك، بعد ذلك تتواصل معك الشركة لإكمال التسجيل والتفعيل، وتجد أسفل هذا الرابط أيضا أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف رابط لقناتنا. طبعا هي لا تمثل أي شركة، قناة تعتبر طرف ثالث للتوصيات على جروب واتس أب، انتسب وعلى تليجرام انتسب للقناة واحصل على التوصيات مجانا ما دام لديك حساب في شركة XTB. أحبتي نتمنى لكم التوفيق جميعا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.